السعي من المشاركة في الأولمبياد الشتوية كأول فريق سعودي. خلونا نشوف. أنا اسمي الحوكي، لاعبة هوكي. اسمي البندري بن عفيف، 20 سنة. اسمي رائع العطاس، عمري 23 سنة. حاجة مرة عظيمة بما أنه إحنا قاعدين نأسس تقريباً من 3 سنين أنه يكون في نادي نسائي، وما هو نادي نسائي فقط، نادي نسائي وكمان نادي رجالي، فكان مجهود مرة كبير إحنا نوصل لهذه المرحلة. 3 سنين إحنا قاعدين نأسس في هذا النادي، فالحمد لله إلى الآن وصلنا لمرتبة مرة كويسة، وتقريباً حققنا نص الأهداف اللي إحنا نبغى نوصل لها. This is your chance. This is your shot. This is your moment. This is your time. This is your place. This is your opportunity. This is my time. This is my moment. Tomorrow, tomorrow, tomorrow. Ain't no such thing as tomorrow. We only got today. It's your dream. If you want to have it, lift your butt up and make it happen. If you want to have it, rise and grind. سلطان، أنت مؤسس الفريق، أوكي؟ أول حاجة كلمني عن رياضة الهوكي في بلد حار زي السعودية. صحيح، احنا اليوم في السعودية ما عندنا صالات حكومية تقدر تقول، او انه البيئة تساعد انه تنشأ او كانت تكون في بطولات او في فرق لهوكي الجليد. يعني قريب عام 2000 بدأت تسوى في الصالات التزلج في المولات، فاحنا كنا نمارس الرياضة عام 2004 الى 2010 تقريبا. شاركنا في كأس الخليج الأولى للمنتخبات، حقق المنتخب السعودي المركز الثالث، أخذت على جائزة أفضل لاعب ناشئ في البطولة. علمتني قوة الصبر، التحمل كمان. الصبر حتى فادني في حياتي، يعني لأنه أنت لما تتعلم شيء لازم تصبر عشان توصل اللي أنت تبغاه، فهذا الشيء علمني في حياتي عن طريق الهوكي أنه يعني أنا لازم أصبر عشان أوصل اللي أنا أبغاه. ويعتبر دحين واحدة من أهدافي أني أكون أول لاعبة سعودية محترفة لهذه الرياضة. كيف بدأت دي القصة؟ طبعاً بدأت بطريقة جداً غريبة، إنه أنا كان عمري 12 سنة إلى 13 سنة، خرجت من المدرسة وصار لي حادث سيارة في رجلي، للأسف اضطريت إني أحط مسامير في رجلي، فده الشيء يعني مع الوالدة شافتني إني دخلت في حالة اكتئاب، فكانت تبغاني إني أروح وألعب وزي كيف، فودتني في ملاهي واحدة من ملاهي جدة. فصرت أشوف الناس بتتزلج وبتلعب وحياتها يعني عايشة حياة مرة طبيعية، فحسيت إن أنا أقدر برضو أكون زي كذا، وحسيت إن أقدر أكون أحسن كمان منهم كلهم. فاللي سويته هو دخلت أتزلجت، حبيت اللعبة، قعدت تقريبا 10 سنين أتزلج لين بدأت رياضة الهوكي، فحسيت إني هذه اللعبة أقدر أخليها هدف. بعد تولي سمو وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئاسة الوزارة، دعمنا وأسس النادي، والآن شغالين إنه حنا نشارك في البطولات الخليجية، حنكون نشارك في البطولات الدولية بعد ما ناخذ العضوية في الاتحاد الدولي. عندنا السنة الجاية بطولة رابطة العالم الإسلامي بفي إنشاء اتحاد جديد لهوكي الجليد، حيكون تحت الرابطة، فحنشارك باسم السعودية، وتم تغيير اسم النادي من نادي جدة للرياضات الجليدية إلى النادي السعودي للألعاب الشتوية. ما ينقصنا إلا نبغاكم معانا وجمهور، ونبغى ناس تدعم والناس تطلع على هذه اللعبة، لأن هي لعبة أصلاً مرة معروفة، يمكن هنا شوية ما لها سوق، نبغى بس يكون لها جمهور، نبغى دعم شوية من الناس، يعني إن شاء الله نقيم مباريات في أرضنا هنا في المملكة ويكون في جمهور مرة كبير، هذا اللي إحنا نطمح له إن شاء الله. والكل بيدعمني، بيحفزوني، بيقولوا لي كملي ان شاء الله نشوفك اكبر من كده. انت بتوصلي ان شاء الله للعالميه.